طبعا يا شباب دخلنا الفيلا، راح تشوف كل الاشياء. احنا التكين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا مباين ما ادري ليش جايب لكم فلوق جديد. معليش على السحبه يا شباب، اليوم عندنا مداهمه ثانيه ان شاء الله انها تضبط. بتشوفوا بالمقطع. لا تنسوا لايك واشتراك. كل سنه وانتم بخير. دخلنا 2024 ومو باقي لنا شيء نخش 20,000 اليوتيوب. قاعدين ننزل لكم شورتات، قاعدين نسوي لكم اشياء مره حلوه باذن الله. المقاطع الجايه بتكون خرافيه، في اشياء مره خرافيه بتكون مع ولد خالي. قاعدين الحين بنروح بنسوي كذا فقره جديده، نسوي بالسياره. السلام عليكم، كيف حالك؟ تبغى تقول له شيء؟ تركوا في القناه وفجر امه. زي ما قال لكم اللي ما سوى هذا الشيء يسوي. ويلا بسم الله توكلنا على الله. راح نسال الكابتن يزن 10 اسئله وهو يجاوب. تمام، اسئله كتبت، دخلت الذكاء الاصطناعي كتبت له اعطيني 10 اسئله اسالها شخص. فبسم الله نبدا باول سؤال. العب والله، في اسئله يا ويلك يا يزن يا ويلك. طيب اول سؤال يقول لك، ايوه يقول لك اول سؤال، اذا في هديه تبغى تقدمها لنفسك ايش بتكون هديه اقدمها؟ ايوه راحة البال، الحب والسعاده. صح، والله الدبلوماسي. طيب السؤال الثاني يقول لك، ايش الشيء نفسك تجربه وما قد جربته؟ في شيء معين شخص لحالي. حلو، يعني انا اجرب اني اعتمد على نفسي اكثر شيء، انه ما اعتمد على احد. حلو حلو والله. شو انا استوقعت شباب يقول نط من طيارة يجرب لعبة، بس والله رجال دبلوماسي وفي مخ. طيب السؤال اللي بعده، إذا خيروك تعيش بين عصر الحاضر الحين أو عصر الرسول، أي واحد تختار؟ احنا مولودين بالعصر الجديد. صح، بس أكيد الواحد نفسه يرجع يشوف كيف حياتهم زمان. صح، فأحس إنه أكيد زمان يعني. زمان. اوكي اوكي، جواب حلو. اوكي السؤال اللي بعده يقول لك، ايش هو حلمك؟ مكتوب كذا كاتب. حلمي بسيطة. ايوه، ادرس اشتغل اكون نفسي مصير حياتي قدام، او تصير سمعتي طيبة زيادة. الحمد لله السمعة موجودة، بس انه زيادة يعني زيادة الخير خير. صح. اوكي والله حلو حلو. ايش افضل شيء بروتينك اليومي؟ روتيني اليومي حاليا، ايوه، النادي. اوه والله شباب النادي يغير كثير. اذا ما دخلت نادي انت لازم تدخل النادي، والله النادي يغير حياتك كثير. ايش الامنيه الوحيده اللي تبغاها تتحقق؟ كاتب لي كذا الامنيه. ايوه، اني اعضل بسرعه. حلو 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 والله. الله دقيق الكاميرا. ايوه هذا وصلنا. احترام جوي، ايش بيصير قاعد طحلوك. اخش عليهم بس دقيقه واسوي شيء قبل ما ندخل. اتوقع انهم مفروض موجودين مع انه ما ظنيتي. السلام عليكم. كيف الحال؟ الحين قاعدين نستنى، ما ادري ايش صار. الشباب موجودين. طيب ايش ابو عمر؟ ابو عمر اتوقع فوق. ما طيب يا شباب نجح فلنا. اوكي قال لي تعال ونجح فلنا، مو موجودين. هذا عادي، ما ادري ايش سوينا. بنطلع دقينا مشوار على الفاضي، ويب هذا اللي صار. بس تابع المقطع للنهايه عشان تشوف المداهمه قصر باور. طيب يا شباب بعدنا مشينا زي ما تشوفوا، وين فاضي كنت هناك. على الفاضي ما ادري ايش اقول، مع انه هذا شباب انا مقهور. اوكي بس حصل خير، هم خسرانين اصلا. والحين نروح ناكل ونصور لكم الاكل. خلاص اعتبروه فلوق فلوق. اوكي فلوق مع يزن. طيب يا شباب وصلنا المطعم، حسب ما سمعت انه مره خرافي. ندخل وناكل ونجرب اكلهم ويلا. يا شباب هذا المكان ما ادري نظراته اشياء هنا سكريم هنا تطلب، وهذا اعلان مجاني. ها اجحدوها. طبعا يا شباب هذا طلبنا سلايد، ما ادري ايش الطعم بس سلاش. وهذا ساوي. هو نورات ما ادري المطعم حق انمي شكلهم. فالحين طلبنا بنجرب الاكل وبنقول لكم. يا شباب خلص الاكل، ابغى اصور خلص الاكل، نجيب الاكل ونرجع لكم. السلاش، السلاش ما حد جربه طبعا. هذه كلها طلبات على ذوق يزن، فيزن اذا طلع مو كويس لا هو يقول كويس. يا ولد حرك ام الكلب. شباب مع السبلاش.
بسم الله. والله حلو. شباب وصل الأكل، بس قبل ما يوصل الأكل أبغى أوريكم سيارتنا الجديدة، شريناها أمس بحمد الله. ثواني بس، ثواني. زي ما تشوفوا هذيك الروز رويس، هذه سيارتي. الحين ننزل ناخذكم لفة بس أخلص أكل. شباب وصل الأكل، شوف. خلينا ناكل، خلينا نقول بسم الله. دقيقة ناكل أول قضمة. لو سمحت اعذرني. شوف بسم الله. والله رهيب. خلصنا كل يا شباب. وين رايحين الحين؟ جود. نغسلوا ايش بصير؟ ايه يلا شكرا. طيب يا شباب زي ما وعدناكم نروح عند سيارتنا. ان شاء الله بوريكم يعني الفخامه. طبعا ما في احد اكيد لان انا برا. هذه ما شاء الله بلوج مع روز رايس حقتي. والله ما شاء الله خرافيه. شوف شباب ما شاء الله. هنا انا واللي يحط لايك واشتراك وبس. والله لو يجي صاحب قصدي انا صاحب السياره الحين بفتحها عشان العين والحسد. ما راح افتحها الحين. بنوصل بعدين. الله يبارككم ما شاء الله شباب ما شاء الله. يلا خلاص خلينا نروح سيلفي مع الروز رايس. طيب يا شباب زي ما شفتوا بالعنوان رايحين دائم قصر فالكون صح؟ كان هذاك بس كله كذا عشان اخليكم تتابع المقطع النهاية عشان تروح تتابعوا. اول شيء راح عند فالكون نجحفلنا. الحين قصر فالكون. يا الله مالك على قصر. قصر باور قصر باور. رايحين بس الزحمة يب. فالقاي يتابع المقطع راح يعرف كل شيء. يلا بسم الله. طبعا يا شباب شوفوا كيف الرياض حركات. ان شاء الله ما نلقى كوبي رايت بالاغاني وياب. يا شباب احنا قربنا للقصر حق باور. هشوف والله شوف الابراج والله خرافيه. و والله دهيب. لا يعني احنا بالزحمه ويعطيه العافيه يزن قاعد يسوق والله انه كف. طيب يا شباب وصلنا احنا تمام. ما شاء الله. احنا بقينا ثواني محدوده نوصل. هذا قصر مدري مين بس انه هنا كله قصور. ف انسوا لكم الاشتراك خلونا نوصل 100,000 بالسنة الجديدة. طيب يا شباب وصلنا هذا القصر وخلينا نخش. هذا القصر باور. هاي السلام عليكم. السلام عليكم شخبارك؟ ماني شايف. السلام اهلا كيف حالك؟ الحمد لله تمام. طبعا يا شباب دخلنا الفيلا. شكرا لكم على المشاهدة. راح تشوف كل الاشياء بالمقاطع الجاية. احنا تكين و تشوفون اشياء جايه قريب. شكرا باور والسلام عليكم.